وشيق بالنسبة لنا، اللي هو ايه؟ كلنا خدنا ازاي نجيب طول قطعة مستقيمة النهاردة. هاخد اول حاجة الارك لينس، اطوال المنحنيات، كلنا بنعرف نجيب طول القطع المستقيمة. لكن فكرت لو عندك منحنى واي تساوي اف اوف اكس، ازاي تقدر تجيب طول المنحنى ده او جزء من المنحنى مثلا صغير كده؟ تعرف نجيب طول الجزء ده؟ ده اللي احنا هنشوفه في الارك لينس، ازاي نجيب اطوال المنحنيات. طيب هناخد طول المنحنى في الكارتيزيان كوردينيتس، اللي هو في الإحداثيات الكارتيزية، وهناخده فين؟ في البولر كوردينيتس في الإحداثيات القطبية. يبقى احنا هندرس ازاي نجيب طول المنحنى ده، سواء المعادله دي في اكس وواي او في ار وفاي. يبقى يا في اكس وواي او في ار وفاي. هنيجي الاول بصفه عامه، لو انا عندي هاخد الاول الارك لينث ان كارتيزيان كوردينيتس. لو انا عندي يا جماعه منحنى بالشكل ده واي تساوي اف اوف اكس، وعاوز اجيب جزء طول جزء من المنحنى اهو بالشكل ده، هجيبه ازاي؟ بقول ان مسقط الجزء ده على محور الاكس اسمه دلتا اكس، ومسقطه على محور الواي اسمه دلتا واي، واروح جاي مقرب طول المنحنى ده كده لقطعه مستقيمه اسمها مثلا دلتا اس. يا ترى من فيثاغورس بقى دلتا اس دي بتساوي كام؟ الجذر التربيعي لدلتا اكس زائد دلتا واي ايه؟ تربيع. هي طبعا فيها تقريب، يعني ايه؟ كل ما بنصغر كل ما تقريبا الدلتا اس دي بتعبر عن ايه؟ عن طول المنحنى ده، هي فيها نوع من التقريب طبعا. طيب لو انا خدت الدلتا اكس دي عامل مشترك، هيبقى واحد زائد دلتا واي على دلتا اكس الكل تربيع، دلتا اكس بره الجذر التربيعي. ممكن واحد تاني يقول طب انا هاخد الدلتا واي عامل مشترك، هيبقى هنا دلتا اكس على دلتا واي كل تربيع في دلتا ايه يا جماعه؟ في دلتا واي. يبقى انا اقدر اجيبه يا حمكم الله يا بدلاله الاكس يا بدلاله الواي. طيب بنيجي نقول وقت ايه استخدم العلاقه دي وقت ايه استخدم العلاقه دي. فباجي بقول لو انا عندي ادي الجزء اللي انا عاوز اجيب طوله، ادي دلتا اكس وادي دلتا واي وادي دلتا اس، بقول لو امكن ايجاد الداله على الصوره واي تساوي اف اوف اكس، اقدر اجيب طول المنحنى اس بيساوي التكامل من اي لبي جذر واحد زائد دي واي على دي اكس الكل تربيع دي اكس. الحدود دي من ايه لبي حدود مين؟ حدود التكامل بتاعه الاكس، هفاضل بالنسبه للاكس، هكامل بالنسبه للاكس. الكلام ده لو انا قدرت اكتب معادله المنحنى واي تساوي اف اوف اكس. افتراض ان انا ما قدرتش اكتب المنحنى،
افصل الواي في طرف والاكس في والاكس كلها في الطرف التاني. افتراض ان انا قدرت اجيبها كده اكس تساوي جي اوف واي، يا ترى يبقى هيبقى طول المنحنى ايه؟ هتبقى اس تساوي التكامل من سي لدي، التكامل واحد زائد دي اكس على الدي واي الكل تربيع دي ايه؟ دي واي. يبقى انا لو عرفت اجيب معادله المنحنى اكس بدلاله واي بالشكل ده، يبقى طول المنحنى هيساوي التكامل من سي لدي، سي لدي دي حدود الواي، وهفاضل اكس بالنسبه لواي وهكامل بالنسبه لواي. طيب افتراض ان هي سهل اجيبها واي اف اوف اكس، وسهل برضو اجيبها اكس داله في الواي، تستخدم ايهما؟ اي واحد فيهم هيبقى صح. بس في بعض الدوال بيبقى سهل اجيبها واي اف اوف اكس، وبعض الدوال بيبقى سهل ان هي تبقى اكس داله في الواي. يبقى دول المعادلتين يا جماعه اللي بحسب منهم طول المنحنى على حسب شكل معادله المنحنى. دول معادلات المنحنى في الكارتيزيان. طيب المسألة بتيجي ازاي بقى؟ بيقول لي فايند ذا لينس اوف استرويد اكس اس 2 على 3 زائد واي اس 2 على 3 يساوي 4. عاوز طول الاسترويد، الاسترويد ده يا جماعه اسمه نجم البحر. في شكل هندسي اسمه نجم البحر يشبه في حيوان بحري اسمه نجم البحر، بتلاقي شكله عامل كده. بتلاقي اللي هو يمشي يعمل كده ده. في حاجه اسمها نجم البحر. له أربع أطراف بالشكل ده. الشكل ده اسمه أسترويد. الطول ده قد ده قد ده قد ده، الأربع أطوال دول قد بعض. المعادلة بتاعت الأسترويد أصلاً، الأسترويد معادلته إكس أس 2 على 3 زائد واي أس 2 على 3 تساوي أي أس 2 على 3. لازم تخلي معادلة الأسترويد على الشكل ده، حيث ايه هي الطول ده، ده زيرو، يبقى دي ايه ودي سالب ايه ودي ايه ودي سالب ايه. المعادله دي معادله جزء واحد بس من الاربعه اللي هو ده او ده او ده. طيب واضح ان انا دلوقتي لما اجي اجيب الطول بتاع الاسترويد ده كله، هاخد المعادله ديت واضربها في كام يا جماعه؟ واضربها في اربعه، لان المعادله دي تعبر عن ربع طول الاسترويد ده. اجي الاول الاربعه دي اقدر اخليها على صوره اي اس 2 على 3، هتبقى اكس اس 2 على 3 زائد واي اس 2 على 3، مش تبقى 8 اس 2 على 3. 8 تربيع ب 64، جذر التكعيب ال 64 هو الاربعه، يبقى مظبوط. يبقى انا اقدر اخليها في صوره دي، معادلة محفوظة للأسترويد يا جماعة. طيب يا ترى هو هنا مديني المعادلة واي دالة في الإكس ولا إكس دالة في الواي؟ تلاحظ إن الاتنين على نفس الدرجة. ديت أس 2 على 3 ودي أس 2 على 3. فأنا هحاول أجيبها دي واي على دي إكس. يبقى أنا عاوز أجيب الواي داش. يبقى أنا هفضل بالنسبة للإكس. هاجي أقول له بما أن إكس أس 2 على 3 زائد واي اس 2 على 3 بتساوي 8 اس 2 على 3، يبقى الواي اس 2 على 3 بتساوي 8 اس 2 على 3 ناقص اكس اس 2 على 3. يبقى عاوز افاضل بقى يا جماعه الطرفين بالنسبه للاكس، فاضل اهو، فاضل الطرفين بالنسبه للاكس. يبقى 2 على 3 واي اس سالب تلت واي داش، طبعا ده زيرو، ناقص 2 على 3 اكس اس سالب تلت. طيب 2 على 3 ديت هتروح مع 2 على 3
انا عاوز اجيب واي داش دي في ايه؟ في طرف مستقل. يبقى الواي داش بتساوي سالب اكس اس سالب تلت على واي اس سالب تلت. ممكن اكتبها واي على اكس الكل اس كام يا جماعه؟ اس تلت. طيب دلوقتي انا هاجي اجيب طول المنحنى ده من زيرو لكام؟ من زيرو لتمانية. هضرب هنا في ايه بره يا جماعه؟ هضرب في اربعه، لان من زيرو لتمانية ده يديني طول ضلع من الاربع اضلاع بتوعه دول. طيب الجذر التربيعي لواحد زائد واي داش تربيع دي ايه يا جماعه؟ دي اكس هتساوي اربعه تكامل من زيرو لتمانية. الجذر التربيعي لواحد زائد ربع القيمة دي بقى، ده هتبقى موجب، هتبقى واي أس 2 على 3 على إكس أس كام؟ أنت هتكامل بالنسبة لمين؟ يبقى لازم اللي جوه ده كله يكون دالة في مين؟ يكون دالة في إكس. طيب هشيل الواي أس 2 على 3 وأحط بدالها إيه؟ 8 أس 2 على 3 ناقص على مين؟ دي اكس. تمام كده؟ هتساوي 4 التكامل من 0 ل 8 الجذر التربيعي. 1 هتديك زائد 8 اس 2 على 3 في اكس اس سالب 2 على 3 سالب مين؟ سالب 1. ما هو بتساوي 8 اس 2 على 3 على اكس اس 2 على 3 ناقص ده على ده اللي هي فيها الواحد، مش الواحد ده يروح مع الواحد ده؟ هتساوي 4 من 0 ل 8 مش الجذر التربيعي هيروح مع التربيع ده كده يا جماعه، تبقى 8 اس تلت صح؟ في اكس اس سالب كام؟ 8 اس تلت دي اللي هي ب 2، 2 في 4 ب 8، التكامل من 0 ل 8 اكس اس سالب تلت دي اكس كامل، يبقى اكس اس 2 على 3 على 2 على 3 من 0 لكام؟ من 0 ل 8. افتراض واحد تاني قال لا انا هجيب الاكس بدلاله الواي، راح مخلي الاكس هي اللي في طرف وودد الواي وراح جايب دي اكس على دي واي، يا ترى يطلع نفس الطول؟ يطلع اكيد هيطلع نفس الطول، اكيد هيطلع نفس الطول. طيب نشوف مساله تانية. find x تساوي لين sec y from من y تساوي 0 ل y تساوي باي على 3. سؤال كنا بنقول في الاريا والفوليوم انك لازم ترسم صح؟ عشان تشوف الاريا المهم اللي هتجيبها وحدود الاريا ازاي؟ في الفوليوم هتلف ازاي وحدودها ايه؟ هل في الارك لينس محتاج ارسم؟ لا ما انتش محتاج، يعني مساله زي كده اكس تساوي لين سيك واي هترسمها ازاي دي؟ بس انا مش محتاج ارسم. مش محتاج ارسم. اجي اقول لك هي الاسهل قدامك هنا اكس تبقى داله في الواي ولا الواي داله في الاكس؟ والله الاسهل قدامي اللي انا شايفه ده ايه؟ اكس داله في الواي. لان عشان اجيب الواي في طرف هاخد ايد الطرفين وبعدين هاخد سيك ماينس 1، العمليه حتى اما اجي فاضل هتبقى مكلكعه، لكن دي تفاضلها اسهل. فهاجي اقول بص يا سيدي، بما ان اكس بتساوي لين سيك واي يبقى دي اكس على دي واي بتساوي ايه؟ واحد على الداله، يبقى واحد على مين؟ في تفاضل الداله، تفاضل السك بايه؟ بسك تا. مش سك دي تروح مع سك؟ طيب يبقى بتساوي ايه؟ تان واي. هاجي اجيب طول المنحنى يبقى التكامل واضح ان انت فاضلت بالنسبه للواي، يبقى حدود التكامل هتبقى بتاعت الواي اللي هي من زيرو لكام؟ لباي على 3. الجذر التربيعي لواحد زائد دي اكس على الدي واي الكل تربيع وتكامل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي، تساوي
من زيرو لباي على ثلاثة، واحد زائد تان ايه؟ تان تربيع. هو واحد زائد تان تربيع دي بايه يا جماعة؟ والسيك يروح التربيع يروح مع الجذر التربيعي، يبقى التكامل سيك ايه؟ تكامل السيك بايه يا جماعة؟ لين سيك. فاكرين الجدول اللي كنت حطيته قدامكم؟ انت مش ملاحظ ان الجدول ده لغايه دلوقتي شغال معانا يا اخي؟ لين سيك زائد مين؟ منين لفين؟ ده طول الايه يا جماعه؟ طول المنحنى. يبقى هنطلع في طول المنحنى في الكارتيزيان انت عندك معادلتين، معادله بدلاله الاكس ومعادله بدلاله الواي. ايه اللي هيتوقف استخدم ده ولا ده؟ على حسب الداله. اسهل ان افاضل دي اكس على الدي واي اسهل، ولا افاضل دي واي على الدي اكس اسهل؟ على حسب الاتجاه الاسهل بالنسبه لك. واحد يقول لي الاتجاهين شغالين، خلاص اشتغل في اي اتجاه مش هتفرق معاك. ده كان طول المنحنى في الكارتيزيان. طيب لو في البولر بقى، لو في البولر تعال نشوف. يعني لو المنحنى اللي عندك ده هكتب رقم اتنين بس، الارك لينث ان ايه يا جماعه؟ ان بولر. لو انا عندي منحنى، بص معايا كده، اهو ار داله في مين؟ داله في مين؟ داله في الفور. ورحت واخد حته من المنحنى ده، بص كده، خدت حته كده، الزاويه دي الفا والزاويه الكبيره دي مين؟ يبقى انا عاوز اجيب طول هو الجزء. شايف الجزء ده؟ تعرف تجيب طول الجزء ده؟ لا هتعرف دلوقتي ان شاء الله. لك لا. طيب يا ترى اس بقى هتبقى ايه؟ قال لك التكامل من الفا لايه؟ لبيتا، الجذر التربيعي ار تربيع زائد دي ار على الدي فاي كل تربيع، وتكامل بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفار. بس هي معادله واحده. هو هيديك ار داله في الفار، وهيقول لك فاي محصوره بين مين ومين؟ بين الفا وبيتا. وهيقول لك هات طول المنحنى ده، هتعوض في القانون ده وتكامل. تلاحظ ان حدود التكامل دي حدود الفاي، صح؟ كل ده هيبقى بدلاله مين؟ فور. وبعدين تكامل بالنسبه لمين؟ لفور. مساله سهله. بيقول لك ايه؟ فايند ذا ارك لينث. هات الارك لينث اوف كاردويد لمين؟ فاكرين الكاردويد؟ القلب. حد ينساه ده؟ ده اكتر حاجه رسمتها في حياتك يعني، رسمت اكتر من اسمك تقريبا. طيب الارك لينث اوف كاردويد الار واحد زائد كوزاين فاي، حيث ان الفاي دي من زيرو لكام؟ من زيرو لبار. بس تعرف تجيب طول محيط القلب من احنا النوبه اللي فاتت جبنا مساحه القلب من ايه؟ من جوه. دلوقتي هنجيب محيطه منين؟ من بره، طوله الخارجي ده. يعني تعالى نرسم، حد يعرف يرسم القلب ده؟ اهو كده ولا كده؟ الاشاره دي ايه؟ حاجه بالشكل ده. المنطقه دي من زيرو لاتنين. احنا النوبه اللي فاتت جبنا المساحه هنا يا جماعه، امال النهارده احنا هنجيب ايه؟ عشان الناس تبقى مركزه، احنا بنجيب ايه النهارده؟ انا بجيب المحيط ده اهو يا جماعه، شايف ده كده؟ امشي معايا كده. يا ترى ده لو فردته يطلع قد ايه؟ واحد يقول لك انا عارف قلب كبير يطلع له 110 متر. يعني انا لو قطعت كده ورحت فرده
المحيط بتاع القلب ده يطلع قد ايه؟ ده اللي احنا هنجيبه دلوقتي. المحيط اللي بره ده كده احسب طوله ازاي؟ المعادله هي عند ده. طيب تعالى نقول اول حاجه الار بتساوي ايه يا جماعه؟ 2 زائد ايه؟ طيب الار تربيع، مالين الار تربيع كده؟ مش دي تبقى الار تربيع كده؟ هنجهز الار تربيع، الدي ار على الدي فاي تبقى ايه؟ فاضل كده؟ طيب تبقى الدي ار على الدي فاي الكل تربيع بكام؟ طيب اكتب بقى القانون كده. يبقى اذا اس بتساوي التكامل منين لفين؟ الجذر التربيعي لمين؟ ار تربيع بكام؟ طيب زائد 4 في حاجه انت ناسيها؟ فكر كده كويس. انت مكمل منين لفين؟ يعني انت سيادتك جبت الحته اللي فوق، مش اللي فوق ده قد اللي تحت؟ يبقى اضرب هنا في كام؟ يبقى اضرب هنا في 2. طيب عاد عندك 4 كوزين تربيع و4 ساين تربيع، لو خدت الاربعه عامل مشترك وفي 4 هنا يبقى 8 صح؟ بص كده، مش تديني 8 زائد 8 كوزين فاي؟ خد ال 8 مش عباره عن 2 في 4، يبقى 4 من 0 الباي 2 جذر 2 كوزين فاي. هتكمل دي ازاي؟ احنا ممكن نفكر الكوزين ديت يبقى 2 كوزين تربيع ناقص. طيب فاكر قانون ضعف الزاويه؟ فاكر كوزين تربيع فاي على 2 تديني ايه؟ ها؟ زائد كوزين ايه؟ طب اضرب في 4 هنا واضرب في 4 هنا، يعني 4 كوزين تربيع فاي على 2 مش تديك 2 زائد 2 كوزين فاي؟ طب اضرب في 4 هنا و4 هنا، يبقى انا اشيل ده واحط بداله كام؟ طيب يبقى اذا اس بتساوي 2 تكامل من 0 الباي الجذر التربيعي ل 4 كوزين تربيع فاي على 2 دي ايه؟ طلع دي ب 2 تبقى ايه؟ تبقى 4، ولا هي بقت 8 كده يا جماعه هنا؟ دي 4 اصلا صح كده؟ طيب دي شيل دي مع الجذر. كوزين ايه؟ دي ايه؟ طيب تمام، مفيش الا هو قانون واحد بس في البولة. والله هو ده، بس تخلي بالك ان الار اللي هيديها لك دي بتعبر عن اي جزء من المنحنى. ما احنا شفنا في الكاردويد كانت بتعبر عن النص، شفنا الزهره الرباعيه كانت بتعبر عن الربع وضربنا في 4، شفنا في الليمينسكيت كانت بتعبر عن الربع وضربنا في 4. فتخلي بالك ان المعادله اللي عندك، احنا اديناك 4 اشكال تقريبا، اديناك السبايرال والليمينسكيت والروز والكاردويد صح كده؟ يبقى انت فاهم الار اللي عندك دي بتعبر عن ايه؟ عن ربع المنحنى، عن المنحنى كله. تخلي بالك من النقطه دي. طيب كده يبقى احنا خلصنا من الارك لينس يا جماعه في الكارتيزيان والبولر، قوانينهم واضحه مفيش فيهم كلام كتير. طيب اخر حاجه هنشوفها الاريا سيرفيس او السيرفيس اريا اوف ريفوليوشن، الدورانيه. هناخدها في الكارتيزيان يا جماعه بس عشان نسهل عليكم، اخر حاجه عشان نسهلها عليكم هناخدها في الكارتيزيان بس. خد بالك بقى، في مساحه ممكن اجيبها، في مساحة دورانية بالدوران حول محور اكس، ودي بنسميها اس اكس، وممكن اجيب مساحة
دورانية بالدوران حول محور الواي، وبنسميها اس ايه يا جماعة؟ اس واي. ركز معايا هشرح لك يعني ايه اس اكس ويعني ايه اس واي. اللي هيلف منحنى، اللي هيلف منحنى، لو انا عندي منحنى واي تساوي ايه يا جماعه؟ اف اوف اكس. لو لف حوالين محور الاكس مش دي حاجه بالشكل ده؟ تمام كده؟ طيب نص قطر الدوران يبقى فين؟ ار، اللي هي بتساوي ايه؟ واي. طيب انا هجيب ايه؟ احنا خدنا قبل كده الحجم صح؟ الحجم اللي هو الجزء اللي في القلب كله المصمت ده. امال انت هتجيب ايه؟ عارف مساحه القشره الخارجيه اللي بره، المساحه اللي بره اللي هو انت لو قطعت الشكل ده كده وفردته عاوز تجيب مساحته، يبقى انا هجيب مساحه القشره الدورانيه الخارجيه. الاسطوانه، الاسطوانه لها حجم ومساحه سطحيه. حجم الاسطوانه مساحه القاعده في الارتفاع. المساحه السطحيه للاسطوانه محيط القاعدة في الارتفاع. صح كده يا جماعة؟ مش خدتوا الكلام ده قبل كده؟ يبقى أنا لو أنا عندي اسطوانة وعاوز أجيب المساحة اللي هي إيه؟ الدورانية. ماليش دعوة بالقاعدة دي بالقاعدة، أنا عاوز أجيب مساحة القشرة اللي هي الدورانية دي. كنت بقول لو أنا عندي ده آر وارتفاعها اتش، طيب يبقى المساحة السطحية بتساوي 2 باي ار في مين يا جماعة؟ مش ده كان المساحة السطحية؟ المساحة الجانبية يعني. ما انا مش هجيب مساحة ده وده، اصل ده منحنى. اللي صنع المساحة دي واحد يقول لي ايه؟ زائد مساحة القاعدتين. تمام؟ لكن لما يلف منحنى هنا هيعمل لي شكل كده، دي مفتوحة ودي مفتوحة. أنا عاوز أجيب مساحة القشرة. هو هنا مفيش قشره في الوجه ده والوجه ده، انسى بقى حكايه مساحه القاعدتين، انا بتكلم على القشره اللي تولدت اهي، بحيث ان انا لو قطعتها وفردتها. صح كده؟ طيب هل هنا بقى لها سمك؟ انا هنا مش هعتبر لها سمك. ليه بقى؟ لو انا خدت حته منحنى صغير، بص بقى صغنون خالص هنا كده اسمه دي ايه، وراح لافف كده يديك شكل ايه؟ عارفين الدبله اللي بتلبس الدبله؟ يديك حاجه زي الدبله. انا بقى عاوز مساحه الدبله، سمكها هعتبره لا شيء. مش هعتبر سمكها ده لان مش هجيب حجم. السمك ده بحتاجه في الحجم. لكن المساحه انا يهمني المساحه اللي بره. فبقول لك لو انا خدت حته دي اس ولفت، مش دي تديك اسطوانه صغيره؟ تديك اسطوانه صغيره. يعني انا النهارده لو عاوز اجيب اس اكس هجيب حتة مساحة سطحية صغننة، هي نتيجة دوران الشريحة دي، مش بتساوي 2 باي ار في اتش يا جماعة؟ طيب تساوي 2 باي نص القطر. هنا بقى لما لفت حوالين الاكس الار بقت قيمتها كام؟ الله عليك بقى طوال. طيب الاتش بقى ارتفاع دي ايه؟ اسمه ايه؟ دي اس. دي اس بقى واحد يقول لي يا اخي ما كنت ريحتنا وخدنا مسقطها على محور الاكس وقلت دلتا اكس، اقول لك لا اصلها مش مستقيمه عشان اخد ده منحنى عامله كده، فلازم اخدها دي اس طول المنحنى الحته الصغننه. تقول لي طب ما انت حضرتك لسه مديني معادلتين لطول المنحنى، مديني مره 2 باي في واي، مش انت لسه قايل لي جذر التربيع الواحد زائد دي اكس على الدي واي الكل تربيع دي واي، او 2 باي في واي في الجذر التربيع الواحد زائد دي واي على الدي اكس الكل تربيع دي اكس.
طيب وانا اخد دي ولا دي وانا بجيب الدي اس؟ يا ترى اخد دي ولا دي؟ واحد فيلسوف يقول لك اه انت بتلف حوالين محور الاكس فتاخد اللي انت هتكملها بالنسبه للاكس. اقول له غلط. اقول له غلط والناس كلها فاهمه كده. ان دي نقره ودي نقره. انت عارف اللفه حوالين محور الاكس هيفرق في ايه؟ نص القطر يبقى واي، ده ما يبقاش اكس ابدا. يبقى الارتفاع ده نص القطر ده واي. لكن الدي اس دي اجيبها بدلاله الدي اكس او الدي واي مالهاش علاقه انت بتلف حوالين محور ايه. امال ليها علاقه ايه؟ بمعادله المنحنى سهله كامل بالنسبه لاكس ولا سهله كامل بالنسبه للواي؟ سهل تجيب دي واي دي اكس على الدي واي ولا تجيبها دي واي على الدي اكس؟ مالهاش علاقه بالدوران حوالين، عشان برضو وانت بتذاكر تبقى فاهم. قال له ده انا بلف حوالين محور الاكس ولقيته راح جايب ايه؟ دي اكس على الدي واي وكامل بالنسبه للواي، برغم انه بيلف حوالين محور الاكس، لان ده طول المنحنى يا ابني. فطول المنحنى ده كل اللي له علاقه بيه، هل الاسهل تبقى واي داله في الاكس ولا اكس داله في الواي؟ لكن بلف حوالين الاكس بلف حوالين واي مش هتفرق معايا. اجي اقول خد بالك بقى، ده انت هنا جبت لي احتمالين الاريا سيرفيس، معلش مساله بتلخبط الناس، ركز معايا فيها. واحد يقول لي طب انا دلوقتي عاوز اجيب اس اكس، المساحه الدورانيه نتيجه الدوران حول محور الاكس. 2 باي بره اهو حدود التكامل، واي افتراض ان اللي طلع الافضل هو دي اكس على دي واي، كل تربيع دي واي. خد بالك بقى، الواي دي تسيبها رمز زي ما هي لانك هتكمل بالنسبه لمين؟ طب تتوقع الحدود دي تبقى حدود مين؟ الله عليك، تبقى حدود الواي. طب افتراض كان الاسهل بالنسبه لي ادي واي واحد زائد دي واي على الدي اكس الكل تربيع دي اكس، يبقى انت هتكامل بالنسبه لمين؟ طب بالله عليك ينفع دي تبقى واي؟ امال دي ايه؟ اجيبها بدلاله مين؟ من المعادله اللي هو هيديها لك، تشيل الواي وتحط قيمتها عشان كله يبقى مين؟ ودي تبقى حدود مين بقى؟ ودي تبقى حدود الاكس. شفت بقى؟ لذلك المساحه السطحيه دي مش ناس كتير مش فاهمها كويس، بيبقى متلخبط. هو عاوز ادم بيلف حوالين محور الاكس يبقى كله بدلاله الاكس، عاوز بيلف حوالين محور الواي يبقى كله بدلاله الواي. هو فاهم غلط. يبقى احنا قلنا بلف حوالين الاكس يبقى نص القطر ده واي، دي مش فيها كلام. طيب في الدي اس اللي هو طول المنحنى، طول المنحنى هل لازم ادام انا بلف حوالين محور الاكس تبقى كده؟ لا، ممكن يكون الاسهل ده هو عاوز يلوي دراعها ويجيبها بدلاله، مش عارف. لا، هات طول المنحنى بالطريقه الاسهل فيهم. بس خلي بالك لو اشتغلت في اتجاه الواي تسيب دي واي ودي تبقى حدود الواي واللي جوه دي تبقى دي اكس على دي واي. اشتغلت بالنسبه للاكس تبقى دي واي على دي اكس، ينفع دي واي هتكملها بالنسبه للاكس كده؟ امال ايه؟ ارجع لمعادله المنحنى واشيل الواي واحط قيمتها بدلاله الاكس. طب وحدود التكامل انت بتكمل بالنسبه للاكس، تنفع دي تبقى حدود الواي؟ تبقى حدود الاكس. كل ده في الدوران حوالين مين يا جماعه؟ طب تيجي للاس واي، زين انت فهمت اللعبه بقى، تعالى انت هتساعدني بقى ايه في الدوران حوالين محور الواي. اس واي معناها ادي اكس وادي واي، ادي اي منحنى وعاوز يلف حوالين مين يا جماعه؟ هيلف حوالين محور الواي بالشكل ده. نص القطر ده هيبقى كام؟ المسافه دي مش دي نص قطر الدوران؟ تبقى ايه لو انا خدت شريحه صغيره وقعدت الف بيها كده اللي هي الدي اس واي عباره عن 2 باي ار في اتش. طيب يبقى هتساوي 2 باي الار دي اشيلها واحط بدلها ايه؟ ودي تبقى الدي مين؟ اجي اقول يبقى الاس واي بقى مساحة السطحية كلها 2 باي بره تكامل اكس، لقيت الاسهل 1 زائد دي واي على الدي اكس الكل تربيع دي اكس.
انت هتك اللي هي دي اللي هي الدي اس صح؟ والاكس اهي زي ما هي والاثنين باي زي ما هي. لقيت ان الاتجاه الاسهل هو ده. يبقى انت هتكامل بالنسبه للاكس. تسيب الاكس دي ايه؟ زي ما هي كلمه اكس. طب دي تبقى حدود ايه بقى؟ حدود اكس. واحد تاني قال لك لا ده انا لقيتها واحد زائد دي اكس على الدي واي هي الاسهل بالنسبه لمين؟ لواي. ينفع اخلي اكس دي بقى زي ما هي ولا اجيبها بدلاله مين؟ بدلاله واي. وتبقى دي حدود مين؟ ودي حدود واي. اتفهمت كده يا جماعه السيرفس؟ طيب هنشوف مسالتين كده على السيرفس اريا اوف ريفوليوشن، هتلاقي الموضوع سهل جدا. السؤال هيجي يقول لك ايه؟ فايند ذا سيرفس اريا اوف ريفوليوشن باي ريفولفينج اللي هي تولدت من دوران واي تربيع زائد 4 اكس ناقص 2 لين واي تساوي 0 اباوت الاكس ايه يا جماعه؟ فروم واي تساوي 1 2 واي تساوي 3. هنركز، مش لازم ترسم المنحنى في السيرفيس اريا، مش مهم ترسم. تعالى نفهم واحدة واحدة. أول حاجة بتبص لها الأسهل هنا إنك تجيب واي في طرف بدلالة الإكس ولا الإكس في طرف بدلالة الواي؟ أنا هحلفك يعني. ده واضحة للأعمى يعني. واحد متعود إن هي واي دالة في إيه؟ إف أوف إكس. يجي يفصل الواي مش عارف. يجيب الواي في طرف مش عارف. طيب، لا خلي فيه مرونة. طب ما انا اجيب اكس بدلاله الواي يا اخي. اقول له اذا 4 اكس تساوي ايه؟ 2 لين واي. طيب تبقى الاكس بتساوي ايه؟ نص ناقص ربع. طب تبقى دي اكس على دي واي بايه؟ خلي بالك انت بتفاضل بالنسبه لمين؟ لواي. ها؟ واحد على الداله، فتفاضل الداله اللي هو بايه؟ واحد، ما تقولش واي داش، انا بفضل بالنسبه لواي. ناقص ها 2 في ربع يبقى نص واي، وحد المقامات كده. 2 واي، 1 ناقص ايه؟ واي تربيع. هي دي واي على 2 يعني، ها عشان الناس اللي بتتلخبط دي واي على 2. مظبوط كده يا جماعه؟ طيب، يبقى واضح ان انت ماشي كله اتجاه الواي. طيب انت لما بتيجي تجيب الدي اس انت هتلف حوالين مين الاول؟ يعني انت بتجيب دي اس اكس 2 باي ار في اتش بتساوي 2 باي الار دي بكام؟ انت بتلف حوالين الاكس يبقى بواي. في مين يا بطل؟ في الدي اس. طيب تعالى نكتب المعادله كلها واحده واحده. يبقى اس اكس بتساوي 2 باي بره اهو تكامل واي الجذر التربيعي لواحد زائد مين؟ بالنسبه لمين؟ يبقى دي تفضل زي ما هي رمز ولا لا؟ الحدود دي حدود مين؟ هو مديك الواي منين لفين؟ اهو. طيب يبقى هيساوي 2 باي من 1 ل 3 واي الجذر التربيعي لواحد زائد واحد ناقص واي تربيع لكل تربيع على ايه؟ على 4 واي تربيع صح؟ وحد المقامات كده. وحد على 4 ايه؟ يبقى هنا 4 ايه؟ زائد واحد ناقص زائد واي اس ايه؟ دي ايه؟ مش الاربعه دي تخرج بنص تروح مع دي؟
مش دي تخرج تروح مع الواي اللي بره دي؟ طيب هتساوي باي من 1 لـ3، مش دي اقدر اعملها واي تربيع زائد 1 لكل تربيع؟ ما هي دي هتديك ايه؟ هتديك واي اس 4 زائد 2 واي تربيع زائد 1، صح؟ عبارة عن واي تربيع زائد 1 لكل تربيع، مش التربيع ده اروح مع الجذر التربيعي تعرف تكامل؟ اي جميلة. ما انتش ملاحظ ان انت فنشت بتكامل بالنسبة لواي بالرغم ان الدوران كان حواليه مين؟ يبقى خلي دماغك دي ايه بقى؟ فليكسبيليتي، انا بلف حوالين الاكس، يبقى نص القطر الدوران هو واي. لو هكامل بالنسبة للواي يفضل واي، كملت بالنسبة للإكس، شيل الإكس أو شيل الواي وحط قيمتها بدلالة مين؟ بدلالة الإكس. نشوف مسألة تانية. لدوران منحنى، المسألة دي حلوة أوي. إكس بتساوي واي إيه؟ أباوت الواي إيه؟ حوالين محور الواي فروم من واي تساوي 0 لواي تساوي ايه يا جماعه؟ 2. هات المساحه السطحيه الناتجه من دوران المنحنى اكس تساوي واي تكعيب حوالين محور الواي في الفتره من واي تساوي 0 لواي تساوي 2. الاول ادام الدوران حوالين محور الواي يبقى دي اس، دي اس واي، صح؟ 2 باي ار في مين؟ مش دي القاعدة بتاعت المساحة السطحية؟ طيب هتساوي 2 الار بقى تبقى هنا مين؟ شفت بقى الحلاوة؟ الاتش تبقى دي ايه؟ دي اس. يبقى الكلام ده هيساوي 2 باي في اكس الجذر التربيعي. يا ترى الأسهل تبقى دي اكس على الدي واي ولا دي واي على الدي اكس؟ الأسهل تبقى دي اكس على ايه؟ صح كده يا جماعه؟ يبقى انت لما تيجي تكامل 2 باي هشيل الاكس دي واحط قيمتها بدلاله الايه يا جماعه؟ تبقى واي ايه؟ الجذر التربيعي لواحد زائد دي اكس على دي واي بايه؟ يعني 9 واي اس ايه؟ صح؟ 9 واي اس 4. حدود التكامل تبقى منين لفين؟ من 0 ل2. طيب كامل كده؟ كام؟ مش دي عبارة عن 1 زائد 9 واي أس 4 أس نص؟ مش ممكن أضرب هنا في 36 وأقسم على 36 ويبقى الدالة في تفاضلها؟ صح؟ طب لو واحد خد الاتجاه التاني، واحد يقول لي هنا تنفع على فكرة، يعني واي هنا بتساوي إيه؟ واي تساوي إيه يا جماعة؟ اكس اس ايه؟ طيب تبقى دي واي على دي اكس بايه؟ انا هوصل لنقطه بس امشي معايا، امشي معايا، تبقى ايه؟ طيب الحدود لما واي من 0 ل2 ات، لما واي ب 0 الاكس تبقى بايه؟ طب لما الواي ب 2 تبقى الاكس بكام؟ ب 8. اوكي، يعني انت هتشتغل السؤال حدود التكامل 2 باي بره اهي، صح؟ من 0 لكام؟ انت بتلف حوالين الواي، صح؟ يبقى دي ايه؟ يبقى نص القطر ايه؟ اكس الجذر التربيعي لواحد زائد، تبقى دي 1 على 9 اكس اس سالب ايه؟ صح؟ كامل كده يا بطل؟ مش هتتكامل، صعب جدا. ما هو اصل اللي بره ده ما هوش تفاض، ده اكس اس سالب 3. قال لا، يعني ممكن تقف معاك دور بقى على اتجاه مين يا بطل؟ الواي. تمام؟ يبقى شفت في الواي كانت ماشيه عامله ازاي؟ شفت في الواي عامله ازاي؟ يبقى لو حجرت معاك اعرف ان انت ماشي في الاتجاه الغلط. جرب الاتجاه التاني هتلاقيه سهل يطلع معاك. بالرغم ايه؟ ما تربطش في يعني في ناس كتير للاسف بتقع في الخطا ده.
انه بيربط بين الدوران حوالين محور الاكس والتكامل بالنسبه للاكس، الدوران حوالين محور الواي والتكامل بالنسبه للواي. احنا عرفنا ان في علاقه بينهم دلوقتي؟ مفيش علاقه بينهم. الدوران حوالين محور الواي معناها ان نص قطر الدوران يبقى ايه؟ الدوران حوالين محور الاكس يبقى نص قطر الدوران هو الواي، ده اللي بطلع منه الدوران حوالين المحور. لكن التكامل بالنسبه للاكس او بالنسبه للواي هو على حسب الاتجاه الاسهل في التفاضل بالنسبه لي. صح كده يا جماعه؟ هي دي الافكار اللي موجوده في الارك لينس في الكارتيزيان والبولر والسيرفيس اريا اوف ريفوليوشن في الكارتيزيان. دي كانت اخر محاضره ونشوفكم على خير السنه الجايه ان شاء الله وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.